السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد مع مرمرة. بقى لي فترة ما نزلتش فيديوهات جديدة خالص، لكن حبيت أبدأ أول فيديوهاتي معاكم بأدواتي الجديدة في الكروشيه. مع بداية السنة الجديدة اشتريت مجموعة أدوات في الكروشيه، وحبيت أن أنا أشاركهم معاكم تقولوا لي رأيكم فيهم، واللي يعني جرب أو استخدم حاجات منهم يقول لي رأيه فيها. أول حاجة الخيط، ده طبعا مش من ضمن الأدوات، لكن هو أنا لقيته كده في السكة، ورغم أن أنا يعني كنت ناوية أن أنا ما اشتريش أي خيوط جديدة، لكن أنا بحب خيط يارن أرت دوت جدا. ويمكن الناس اللي بتتابعني هتلاقي أن أنا خلال القناة نفذت كذا عمل بخيط يارن أرت، وهو في الغالب مش بيبقى موجود كتير، لكن لما بلاقيه بصراحة بقوم جايباه على طول، وخاصة لما الاقي منه ألوان وأشكال مميزة قوي. فالخيط ده هو تقريبا وزنه 50 جرام، هو 50 جرام، وهو فيه نسبة قطن عالية، وده اللي بيميز الخيط بتاع يارن أرت، القطن بتاعه بيبقى 55%، فتلته بتبقى ناعمة وحلوة، وكمان الوبرة فيها بتبقى قليلة جدا حتى بعد الغسيل. بعيدا بقى عن الخيوط، تعالوا نشوف الأدوات اللي أنا جبتها. وأول حاجة هبدأ بيها معاكم هي الميدالية ديت. أنا شديني فيها إن هي ميدالية، وهي عبارة كمان عن متر أداة قياس، يعني فيها ناحية بالسنتي والناحية التانية بالبوصة، وهي فيها زرار كده من تحت المفروض بضغط عليه فأشد، وما أوقف بيقوم إيه موقف يعني على الجزء اللي أنا طلعته. الحاجة التانية هي أدوات بقى اللي هي دوت ديت مشابك، اللي هي بتاعت اللي بنمسك بيها الشغل أو بنجمع بيها القطع مع بعضها، طبعا بتكون مفيدة قوي في حالة شغل الشنط وشغل الملابس لما بتيجي تجمعي قطع مع بعضها. فالمشابك دي انا جبتها برضو اجربها. دول بقى علامات الكروشيه، وده لقيت شكل جديد ليهم، واللي بيميزهم بصراحة الحرف بتاعهم بيكون مدبب كده فبيدخلوا في وسط الغرز بسهولة، تمام، وشكلهم برضو جديد فحبيت ان انا اجيبهم اجربهم. المقص بقى دوت، المقص دوت طبعا مقص فتل ومقص تنظيف. انا في البداية كان عجبني شكله جدا، وكنت بشوفه على النت منتشر كتير، وكان نفسي جدا ان انا الاقيه، يعني شكله مميز وفي نفس الوقت برضو رفيع من هنا كده وتلاقي ان هو حد. نيجي بقى للابر، ودي اول مرة اشتري فيها ابر ماركات غير الابر الصيني العادية اللي احنا بنجيبها، سواء ابر عادية او الابر اللي هي بتكون ليها يد سيليكون. فانا جبت نوعين من الابر، جبت اول حاجة ابر اللي هي شومة، ودي ابر تركية، انا جبت منها 4 مقاسات، جبت مقاس 2 و3 و3.5 و2.5، يعني الاربع مقاسات اللي هي المتوسطة، تمام. فدي الابر اللي هي ابر شومة التركية. جبت كمان ابر توليب، وطبعا هي من الابر المشهورة جدا ومعروفة في الكروشيه، وهي ابر يابانية، وهي يمكن من اشهر الماركات المعروفة في الكروشيه. انا حبيت اجرب ماركتين كده ونشوف يعني الشغل بيهم بيبقى ازاي. طبعا في ماركات كتيرة جدا في الابر، وده اللي انا اكتشفته بقى وانا بدور وبشوفه كده. الابر شومة برضو نطلعها كده. مبدئيا كده اللي انا لاحظته في الابر ديت ان هي ملمسها ناعم جدا، سواء الجزء اللي هو السيليكون ده او الجزء اللي هو المعدن اللي بيحتك بالخيط، ملمسه ناعم جدا جدا، وده طبعا بيساعد بعد كده في الشغل ان هو الخيط بينزلق بسهولة وبيبقى مريح لليد. فكرة ان ماركات الابر في الكروشيه بتكون فعلا مميزة ومريحة في اليد، فانا حبيت ان انا اجيبهم، وبعد ما سمعت طبعا اراء كتير عنهم. شاركوني برضو ارائكم في الابر ديت، وهل جربتي ابر من الابر الماركات دي، وماركه ايه اللي جربتيها ورايك فيها ايه بعد استخدامها. ده كان فيديو بسيط كده وسريع حبيت ان انا ابدا بيه معاكم واشارككم ادواتي. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنوني فيديوهات بقى جديده واعمال مختلفه في الكروشيه. كمان تقدري تشوفي كورسات الكروشيه اللي بداناها مع مرمره، وهسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.